مدينة كوستي التي ترقد على الضفة الغربية لنهر النيل مدينة تميزت كغيرها من المدن السودانية بسمات وصفات خاصة، فالمدينة التي كانت تقع وسط السودان أصبحت الآن بوابته الجنوبية بعد انفصال دولة الجنوب. قدمت الكثير من الرموز في مختلف المجالات السياسية والثقافية والفنية والأدبية. كوستي تعتبر طعم المدن الحديثة في السودان 1900 وجاي، وتعتبر هي سرة السودان، ملتقى طرق برية ونهرية وإشعة رابطة كل السودان مع بعض، وغربه وشرقه وجنوبه وشماله والحمد لله. وكوستي طبعا رفضت للسودان عموما، يعني من أبنائها ما شاء الله في كل المجالات. حي الرديف بكوستي الذي تشكل سكانه من معاشي قوة الدفاع السودان كان قاطنوه على موعد مع نشأة فتاتين أدخلتاها التاريخ، حيث ظهرن وقتها في المدينة بأغاني التمتم. إنهن تومات كوستي، أم بشائر وأم زوائد، رائدتا فن التمتم الذي انتشر في السودان والذي يعكس ملامح المجتمع ويحمل عبق أهله من سكان المدينة الوادعة على النيل، والتي سرعان ما تشكلت فيها ليالي السمر للاستماع والاستمتاع بما تقدمه التومات من فن جذب الكثيرين واستهوى قلوبهم. ظهر التمتم في كوستي اللي كان رائدات التومات هم بشاير ومزوايد، بنات أمهم اسمها دهن النعام وأبوهم الشاويجي لقندي، هم من أبوهم من 15 قرطة، هم جو في مدينة كوستي في مطلع الثلاثينيات، وكانوا بيسكنوا في حي الرديف، وحي الرديف ده من أوائل الأحياء في كوستي اللي هم سكنوه الجنود المسرحين من الجيش المصري اللي هو بي بي آر دي إف اللي هو جنود احتياط. وأصلا التومات أغاني التمتم كظاهرة جديدة كانت في كوستي، وكان يعني الناس أصبحوا مولعين بها بشكل غريب، لأنه ما كانت في فنون سابقة غير ما كانت يعني في الحقيبة وكانت في بعض الأغاني مثل الغبليات في المناطق الثانية. أما لكن في كوستي لما ظهر هنا التمتم أصبح كانت كظاهرة جديدة اهتم بها كل الناس على مستوى المدينة. ومن جلسات السمر التي أقامتها التومات بحي الرديف انتشر اسمهن وملأت أغانيهن الآفاق بعد أن جذبن السامعين بصوتهن العذب وإجادتهن للرقص. وقد زاع صيتهن الفني أوائل الثلاثينات من القرن الماضي في كوستي والمدن المجاورة كفنانات دلوكا، ولكن النمط الغنائي الذي تميزن به جعلهن مقصد كبار الفنانين في ذلك الوقت، حين شد الرحال إلى كوستي كل من سرور وكروما وزنجار للتعرف على التومات والوقوف على تجربتهن التي ملأت الآفاق وقتها. في كوستي لما ظهر هنا التمتم أصبح كانت كظاهرة جديدة اهتم بها كل الناس على مستوى المدينة. لما طبعا المدينة أصبحت كمدينة حديثة وأصبحت فيها ميناء وأصبحت فيها سيك حديد وأصبح فيها عدد من العمال، فكان الترويح بالنسبة لهم، وكان التومات بجيدا للرقص وبجيدا للغناء بشكل كان مبدع جدا وكان رائع وكان ظاهرة جديدة ما في شك حديثة، ويعني غنى أغاني كثيرة جدا والناس تولعوا بالفن، وكان حتى يعني الفن ده شدت ما أنه كان له الدور بتاعه الهام وأصبح يشغل به الناس على مستوى السودان. يعني جاءنا يعني هنا كبار الفنانين سرور وكروما وزنجار زاروا كوستي يكفوا على ما يقدمنه هؤلاء الفتيات من غناء ورقص يعني. وما تؤديه التومات من غناء كان يعكس حالة المجتمع حينها، حيث كانت العربات لدى الذوات والقطار شيئا مهما في حياة الناس، لذا كثيرا ما جاءت تغني بالقطار وللعربات والطلاب وموظفي السكك الحديدية.
حيث كانت تلك هي الصورة التقليدية للغناء في كل المدن قبل ظهور الآلات الوترية، فأضافت لها التومات بصوتهن العذب وإيقاعهن رونقا خاصا بتألقهن في إجادة الرقص والغناء، حتى وصف البعض تجربتهن بأنهن شكلن ظاهرة اجتماعية بكوستي أكثر منها ظاهرة فنية. من ضمن أغانيهن يعني كان نقلة الرديف وإنشاء السكة حديد والكوبري الأول، فكان في أغنية بتقول أنه بمشي وبهاتي من المحطة ولك فريق القطاطي، كان برضو من ضمن الأغاني دودوبي اللوري من كوستي ليتسني أو من كسلة ليتسني، فهذه برضها واحدة كانت من الأغاني اللي بتعزف على الضربات التمتم. وكثير من الأغاني اللي كان بيوصف فيها عدد كبير جدا من الشباب في ذلك الوقت. ومع مرور الأيام والسنوات صارت أغاني التومات على كل لسان، سيما الإيقاع الذي عرف بالتمتم. ليزع صيته في كل ربوع السودان، ومع انتشار النغم والإيقاع ودخول الآلات الحديثة أخذ بريق التومات يخبو، إلا أن الإيقاع والأغنيات التي تغنين بها ظلت محفورة في ذاكرة الأيام والوجدان السوداني، ليصبح ذكر الإيقاع صنوا بتومات كوستي.